اهلا بكم من جديد، ومع نشوف اخبار التحرير. غدا هناك دعوات لمليونية يوم الثلاثاء لتطبيق قانون العزل، وعدد من وإعادة محاكمة الرئيس السابق مبارك والعدلي طبعا، وكل المجموعة ونجلي والستة مساعدين. نسمع من محمد سلامة ماذا يحدث، واعتقد ان الميدان يستعد لاستقبال المرشحين يعني اللذين لم يوفقا في انتخابات الإعادة، حمدين صباحي والدكتور أبو الفتوح. سلامة، ما هو الوضع في الميدان؟ الوضع حتى الآن الأستاذة لميس زي ما حضرتك تفضلتي قلتي إن هم في انتظار وصول السيد حمدين صباحي والدكتور أبو الفتوح في أي لحظة، ولكن هو خبر غير أكيد عن حضورهم اليوم، ولكن الأكيد فعلا هو مشاركتهم في الغد في مليونية العزل السياسي كما يطلقون عليها. وعدد كبير من المتظاهرين هنا في ميدان التحرير يدعون أيضا للنزول غدا إلى الميدان في مليونية العزل. مين القوى المشاركة في هذه المليونية يا محمد؟ في الحقيقة في قوى كتير مشاركة، قوى ثورية وألتراس وأعضاء الحركات الثورية الموجودة من 6 إبريل، وكفاية عدد ليس بالقليل من الحركات الثورية ستشارك غدا في تلك المليونية. هل بالفعل بدأت المنصات، يعني بدأ إقامة المنصات في الميدان؟ لا، وحتى الآن لا يوجد سوى منصة واحدة اللي كان من المفترض أن يأتي عليها السيد حمدين صباحي والدكتورة بالفتوح لكي يلقيا كلمتهما في الميدان على المتظاهرين، ولكن لم تظهر حتى الآن أي منصات أخرى غير تلك المنصة. أعتقد الإخوان والتيار السلفي أيضا أكد مشاركته في المليونية غدا. بالفعل ده مليونية الغد، جميع من يتواجد بالتحرير الآن متفق عليها ومستعدون للنزول في الغد أو يستعدون للنزول في الغد في تلك المليونية من إخوان وسلفيين وحركات أخرى. كان في دعوات على التويتر، متواترة على التويتر، بمطالبة لحمدين صباحي ولدكتور أبو الفتوح ونواب مجلس الشعب بالاعتصام داخل مجلس الشعب حتى تطبيق قانون العزل. هل سمعت عن هذه الدعوات؟ هو بالفعل سمعنا دعوات ان السيد حمدين صباحي دعا المتظاهرين الى الاعتصام لحين تطبيق قانون العزل، وهو المطلب الاساسي لتلك التظاهرات. اشكرك محمد سلامه مراسلنا بالتحرير، ومعي على الهاتف ايضا الدكتور ياسر علي المتحدث باسم حمله الدكتور مرسي. دكتور ياسر، اولا انتم ستشاركون، حمله الدكتور مرسي ستشارك غدا في المليونيه غدا؟ نعم ان شاء الله. اهلا تحيه ليك يا استاذ لميس. اهلا بك يا دكتور، انا بشكرك دايما الحقيقه على انك بتلبي دعوتنا دايما حقيقي، يعني ده تعاون مشرف بحضرتك. طيب عايزه قولا واحدا يا دكتور، لان في الحقيقه لغط حول هذا الامر، هل انتم موافقون على فكره المجلس الرئاسي ام انكم ترون ان المسار هو صندوق الانتخابات في الاعاده؟ قولا واحدا، المسار الانتخابي هو المسار الذي اختارته الإرادة الشعبية وصولا إلى سلطة مدنية تستلم السلطة من المجلس العسكري، وبالتالي لكن احنا فاتحين الحوار مع كل القوى الوطنية ونريد أن نستكمل هذا الحوار، لأن ما طرحه الدكتور محمد مرسي في مبادرته حول مؤسسة الرئاسة لا يختلف كثيرا عن مجلس الرئاسة المدني، مشاركة واسعة من كل ألوان القسم السياسي المصري في مؤسسة الرئاسة بالضبط كما يسمح لي من يطرح فكرة المجلس الرئاسي المدني. بس مؤسسة الرئاسة دي حاجة يا دكتور، وما يطرحه المرشحين الثلاثة اللي هو دكتور أبو الفتوح والسيد حمدين صباحي بالذات يعني وخالد علي طبعا، هي هو فكرة إن الثلاثة زي بعض، يعني معلش خليني أبسطها للناس. يعني مؤسسة، أنا أفهم وجهة نظركم في مؤسسة الرئاسة، لكن هم بيطرحوا مجلس رئاسي، يعني مجلس من ثلاثة، من مثلا الدكتور مرسي، إذا الدكتور مرسي والمرشحين حمدين صباحي والدكتور أبو الفتوح، هل انتم موافقين على ده؟ انا بقول انه هذه الصيغه مليئه بالصعوبات، جربت قبل كده في البوسنه، جربت في العراق، ولم تكن الحقيقه حالفها النجاح. لو تسترجعي حضرتك هذه التجارب
بالإضافة إلى عقبات أخرى إجرائية خاصة بالدستور والإعلان الدستوري الذي يعني استفتي عليه المصريين في 19 مارس 2011، وعقبات كثيرة جدا جدا خاصة بالإجراءات، لأن احنا بدأنا بالفعل الجولة الثانية من الانتخابات، وبدأ المصريون في الخارج منذ يومين في التصويت للجولة الثانية بالانتخابات. كل هذه العقبات الدكتور محمد مرسي يتفهم يعني الدوافع وراء طرح المجلس الرئاسي، لكنه أراد أن أيضا أن يطمئن الحضور وأن يطمئن كل المصريين أنه نفس النتائج التي يراد لها أن تتحقق من خلال المجلس الرئاسي ستتحقق من خلال مؤسسة الرئاسة، حيث مشاركة أكثر من نائب بصلاحيات واضحة في صنع القرار، مجموعة كبيرة من الخبرات والمستشارين من كل ألوان الطيف السياسي المصري ومن كل أبناء الجماعة الوطنية المصرية حيشاركوا، وهذا التزام تكلم فيه الدكتور محمد مرسي باستفاضة في المؤتمر الصحفي في 28 مايو الماضي. وبالتالي الحوار هدفه أن نطمئن أن نصل إلى نفس القناعة، لأنه إحنا لابد أن نتحاور أستاذ لميس، لابد أن نتعلم ألا نغلق أبوابنا مرة أخرى لبعضنا البعض، وأن نفتح عقولنا وقلوبنا لبعضنا البعض، وهذه هي السياسة، هذه هي الديمقراطية، هذه هي الحوار بين أبناء الجماعة الوطنية الواحدة. أيضا هناك مطالبات من بعض القوى الثورية بالاعتصام داخل البرلمان حتى تطبيق قانون العزل، يعني عايز أسمع رأيكم في هذا. يعني البرلمان لا علاقة له بقانون العزل الآن، لأنه البرلمان يعني هو الذي أصدر القانون، نعم، قانون العزل السياسي، وانتهى دوره عند هذا الحد، لكن الآن اللجنة العليا للانتخابات هي التي أحالت هذا الطعن الذي قدمه المرشح الثورة المضادة للدستورية العليا، وبالتالي وقفت الأمر الدستورية في القضية قضية إجراءات يعني. وبالتالي أنتم تحتكمون للقانون، لمسار القانون، أنه يا جماعة والله ده البرلمان أصدر هذا القانون، ذهب للدستورية العليا، والدستورية العليا اللي بتقول رأيها. إحنا بندعو زي ما تكلمنا اليوم في البيان الى ضغط شعبي من اجل انه اللجنه العليا للانتخابات تتجاوز هذا الطعن، لانه الحقيقه نحن لدينا علامات استفهام عليه، كنا نتمنى ان تطبق قانون العزل السياسي، ولذلك اصدرنا في البيان اليوم موافقتنا مجتمعين مع حمله الدكتور عبد المنعم ومحمد الاستاذ حمدين على فكره استمرار الضغط الشعبي من اجل تفعيل قانون ومن اجل تطبيق قانون العزل السياسي. برضو عايزك تفسر لي تصريح قاله دكتور مرسي وربما التبس على البعض بأنه إذا أصبح رئيسا فإنه سيعيد محاكمة الرئيس السابق مبارك وكل هذه المحاكمة قانونا. بعض القانونيين قالوا أنه لا يصح إعادة المحاكمة، فسر لي هذا التصريح يا دكتور ياسر. الصدمة اللي أصابت المجتمع المصري بعد وكثير من القوى الوطنية بعد الأحكام تمثلت في غياب الأدلة عن المحكمة يا أستاذ رميد، ولو حضرتك تتذكري مرافعة النيابة وهي تشتكي إلى الله أولا وتشتكي للشعب المصري غياب الأدلة مسرح الجريمة، الجرائم اللي ارتكبت في مصر منذ 25 يناير وحتى الآن، هي لب القضية. إعادة المحاكمة لا تعني أبدا تخطي السلطة القضائية أو الدخول في شأنها، وإنما الدكتور محمد قال في مؤتمر الصحفي أول أمس هو تكليف فريق من الاختصاصيين في البحث الجنائي بتجميع الأدلة التي أقدمت. دي نقطة مهمة. إذا فكرة إعادة تجميع الأدلة مرة أخرى. بالضبط، ونحن نثق أن في مصر وطنيين شرفاء في أجهزة وأجهزة سيادية لديها أدلة على من مسرح الجريمة يمكن تجمعها ويمكن إعادة محاكمة، لأنه ليس من المعقول أن جريمة أكثر من 840 شهيد وأكثر من آلاف الجرحى منهم 1400 جريح بعاهات مستديمة أن تضيع هباء، وأنه صرخات أمهات الشهداء وأنات الجرحى في ميادين التحرير وعواصم المحافظات طيب. تضيع بدون فعل مركز، لأنه الحكم في واقع الأمر أثار علامة استفهام ضخمة حول إدانة من شارك وحرض وتبرئة من أعطى أمرا طيب. مباشرا. أشكرك دكتور ياسر علي المتحدث باسم حملة الدكتور مرسي على هذه الإيضاحات. إذن قولا واحدا، الحرية والعدالة والدكتور محمد مرسي المرشح في الإعادة لرئاسة الجمهورية
لا يوافق على فكرة المجلس الرئاسي كما يطرحها الدكتور أبو الفتوح وحمدين صباحي قولا واحدا. هو بيقول يا جماعة أنا عندي طرح آخر، هو فكرة المؤسسة الرئاسية اللي فيها نائبين، وما عنديش مشكلة أن يبقى فيه نائبين وأن دول يبقوا النائبين، ما عنديش مشكلة، ولكن قولا واحدا ما فيش فكرة المجلس الرئاسي اللي فيه التلاتة زي بعض، ما في، ده مش موجود معانا خالص. قولا واحدا الدكتور مرسي مستمر في قضيه في طريقه الى الصندوق الانتخابي، وهو يشارك شباب الثوره وكل القوى الثوريه بافكارهم وطموحاتهم وكل مطالبهم ايضا، لكن ايضا قولا واحدا قانون العزل، فكرة الاعتصام داخل البرلمان قولا واحدا أيضا حملة الدكتور مرسي لا ترى أنه البرلمان له أي دور في هذه القضية. قانون العزل خرج من البرلمان والآن ممكن يبقى فيه ضغط شعبي، لكن القانون الآن لدى المحكمة الدستورية العليا. الآن وصلنا أن حزب الحرية والعدالة لن يشارك غدا في اجتماع المجلس العسكري والقوى السياسية، وبرر ذلك قائلا، لو ممكن تعيدوا لي تاني البيان يا جماعة، البيان بتاع الحرية والعدالة يؤكد على موقفه الثابت ورفضه القاطع لأي تعديلات على الإعلان الدستوري القائم، ولن يحضر هذا الاجتماع، ودلوقتي هيجي لي البيان، لعدم وآمته ومناسبته للأحداث الجارية، كما أنه يأتي قبل أيام من استكمال المرحلة الأخيرة من الاستحقاق الرئاسي. إذن الحرية والعدالة لن يشارك غدا في اجتماع المجلس العسكري مع القوى السياسية، وقدم بيانا بذلك. والحقيقة واضح من كلام الدكتور السيد صبحي صالح منذ قليل أنهم يرون أنه لا قانونية لإصدار تعديل في البيان الدستوري أو إعلان دستوري مكمل الآن بعد قبيل أيام من تسليم السلطة أو من الاستحقاق الرئاسي. دي كانت أخبارنا. غدا مليونية للعزل وتطبيق وإعادة المحاكمة وأشياء أخرى كثيرة، لكن أنا في الفاصل القادم هناخدكم في اتجاه آخر خالص، هنتكلم على أكل عيش الناس، عن الاقتصاد، الوضع الاقتصادي في مصر وسط الزحمة، وسط انتخابات الرئاسة، وسط كل هذه الأشياء بننسى ان احنا عندنا اكل عيش، وبننسى او ما بننساش، احنا كل يوم بنعدي على محطات البنزين وهذه الكارثة اليومية في حياتنا. الوضع الاقتصادي والخبير الاقتصادي الكبير الدكتور احمد جلال رئيس منتدى البحوث الاقتصادية ونظرة على الاقتصاد المصري. عدد من الانتهاكات شابت انتخابات الرئاسة، وهو ما يقضي ببطلانها وإعادتها مرة ثانية. هذا ما أعلنته الحملات الثلاث لمرشح الرئاسة السابقين حمدين صباحي والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح وخالد علي في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقدوه اليوم لعرض المستندات التي تثبت صحة ما يقولون. بطلان أصوات ما يتجاوز المليون صوت من أصوات الشعب في مختلف اللجان الفرعية والعامة على مستوى محافظات الجمهورية بشكل ممنهجا وليس عشوائيا، وفقا لمحاضر الفرز الرسمية الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي تسلمها كل مرشح، ووفقا لصحيح القانون. ثانيا، القيام بعمليات تسويد بطاقات التصويت في العديد من اللجان الفرعية على مختلف محافظات الجمهورية. رصدت الحملات وجود أسماء الكثير من المتوفين في كشوف الناخبين وطرد المندوبين والوكلاء وعدم السماح لهم بحضور عملية الفرز. الممثلون القانونيون للحملات الثلاث أشاروا إلى أن ما تم عرضه ثابت بمحاضر الشرطة، فضلا عن تقدمهم بطعون للجنة العليا للانتخابات لما تم رصده، لكن التجاهل كان مصير هذه الطعون. لقد سلكنا كل الطرق الشرعية والقانونية وتقدمنا بكافة أشكال الطعون. لقد كنا نخوض هذه المعركة متحلين بأخلاق الفرسان، صونا لحرمة دماء الشهداء وحفاظا على عزة هذا الشعب. واليوم وبعد أن وضعنا الأمانة أمامكم، فإننا نترك الاختيار للشعب المصري والذي عهدناه دوما سائرا مطالبا بحقوقه ومدافعا عن شرعية أهدافه الثورية. إن ما عرضناه اليوم يتخطى حدود الإجراءات القانونية الممكن اتخاذها.
الحملات الثلاث أكدت أن إبراز تلك النتائج هو نتاج عمل متواصل ومشترك بينهم طيلة الفترة الماضية، وإعلانها في هذا المؤتمر يأتي من منطلق الحفاظ على الثورة وحقوق الشهداء. هشام الرباط، هنا العاصمة.